كنت هسميه سلطان. عارف انا طول الطريق عمال افكر لك في مدة مش لاقي، ما لقيتش احسن من ان اولع فيك زي ما حرقت قلبي على ابني. اصل انا بعيد عنك كيف ولعت وحرقك. حلني وتعال راجل لراجل وانا فرجيك حالك. لو كنت جيت لي راجل لراجل انما انت استويت على واحده ست. نور يا مروان بيه. ايه قرفان ليه؟ احنا في زريبه، عاوزنا رشك بمعطر جوي ياك. ما عندناش حاجه نضيفك بيها غير قرف البهايم، مع اننا بنحتاجه في سماد الارض. بس ما يغلاش عليك يا مروان بيه، مقامك اقل من كده. يوري، هو انت رايح ترجع الدار تتعلم عليه؟ الكلام ده صح؟ صح، علمه عليا زي ما بعلم عليك دلوقتي. كلك لقمة، هات اخرك لما الدور هيلف ويرجع لي فسمى عليك. لا، ما هو الدور المرة دي مش هيلف تاني يا مروان. هنا المحطة الأخيرة، أنا هقطع لك كل يوم حتة من جسمك وهسيب لسانك عشان تقعد تحايلني أموتك، وبرضك مش هموتك يا مروان، هسيبك كده. هات اخرك. بلاش اخر، بلاش اخري، عشان اخري عفش قوي يا مروان. خلينا نمشوها بالعدل. مد يدك، كلك لقمه مع البهائم. مروان، مروان عملوا فيك ايه؟ مروان انت عملت فيه ايه؟ حرام عليك. حرام عليا؟ ده جوزك دي الحرام نفسه. أنا ممكن أسيبه عشان خاطرك أنت يا ندى، بس بشرط واحد. أنا عاوزك بيدك الحلوة دي تضرب مروان قلم يترجع، ولو ما ترجعش ما يتحسبش. طب عشان خاطري، لو سمحت يا فارس، لو سمحت. عشان خاطري يا ندى، فارس مش هيسيبه إلا لما القلم يترد. والله حاسه بيكي. لا يا ندى، لا يا ندى، لا يا ندى، هو ما ترجعش. بس ماشي، كان نفسي اقول لك خدي جوزك وامشي، بس انا زهقت من لعبه القط والفار دي.
أنا أخلص منه خالص. لا لا يا فارس، لا لا يا فارس. سارة قولي له حاجة يا سارة. فارس كفاية. بكفاية دم يا مروان، بكفاية. أبوك قصاد صباع اللي طار، وزي ما كسرتني قدام مرتي كسرتك قدام مرتك. دلوقتي تقدري تاخدي جوزك وتمشي، بس ورحمة عمي زين لو رجعت تاني هنحيك من على وش الدنيا. يلا انت فين يا علي؟ وحشتني قوي، كل يوم بفكر فيك. مع كل الزحمة اللي حواليا دايما حاسة ان في حاجة ناقصاني. اكتشفت ان كل ما الدنيا بتيجي عليا مبفكرش غير فيك. انا خايفة يا علي، انت بس اللي بتقدر تطمني يا علي. انا عارفة اني وحشتك، طول البعد قوي. اللي مصبرني على الدنيا اني عارفه انك هترجع واننا هنكون مع بعض. ما تتاخرش. والله يا حضره الضابط، انا مش شايف ان مجيتي الاسم كان ليها اي لازمه. كل المعلومات اللي قلتها لسعادتك كان ممكن تعرفها بنفسك. يا سليم بيه، دي جريمة قتل. على عيني ودماغي، والله يرحمها طبعا. وأظن أنا قلت لك إن الأستاذة داليا الله يرحمها كانت صديقة عزيزة. وإحنا لازم نشوف شغلنا. ده غير إن أنا قدامي ورق بيثبت ملكية حضرتك للفيلا، ده غير إن حضرتك كنت تتردد على الفيلا من وقت للتاني كمان. كنت بتردد على المكان، بس أكيد مش أنا لوحدي. المكان ده كان فيه المكتب الخاص للأستاذة داليا، ومن ناحية إن أنا المالك الأصلي للفيلا فده صحيح، بس الأستاذة داليا كانت مأجرة مني وعقد الإيجار أهو. عموما إحنا هنتأكد من صحة ده، وآسفين جدا على ضياع وقت حضرتك. الحقيقة أنا مش متضايق عشان الوقت، بالعكس احنا لازم نتعاون ونساعد بعض في قضية زي دي. بس اكيد سعادتك مقدر انا مين كشخصية عامة، يعني مش خايف غير من الشوشرة اللي ممكن تحصل. سعادتك عارف الاعلام والميديا ما بتصدق. على اي حال يا حضرة الضابط، لو احتجت مني اي معلومات او اي حاجة اتصل بيا شخصيا، انا تحت امرك. يعني خلاص كده كل حاجة راحت؟ مش هبقى محدش شر عنك يا حبيبتي، هتبقي أحسن أم إن شاء الله، وهجيبي دسة عين. تعيطيش تعيطيش يا حبيبتي، بكرة ربنا يعوض عليك أنت ويحيى ويديك عيل واتنين إن شاء الله. تعيطيش. هو يحيى عارف يا طنط؟ ما كانش خايف غير عليكي. يحيى بيحبك يا ريان، ما تخافيش، ده ابني وانا عارفاه. وبعدين انتوا لسه صغيرين وقدامك العمر، بكره تجيبي عيل واثنين وثلاثه، وربنا يديني ثلث العمر واشيلهم لك كمان. ربنا يطول لنا في عمرك. هو يحيى فين؟ الحمد لله على السلامة حبيبتي. يحيى هو ايه اللي حصل؟ مش عارف تفكر في حاجة خالص.
حقك وحق ابنك.